السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دوزتوا العيد بخير وكل شيء بخير. والفيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون من منطقه ديال البشراح اللي كتتواجد بالنواحي ديال بني ملال في حدا فيلاج ولا مدينه تكزيرت. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ونخليكم مع الفيديو. وفي الطريق تتلقى النبت المغطاي قصي وكمل الطريق ديالك الأشرة رايح هنا. وكيف كتشوفوا هذا هو حال الأشرة في الصيف، كيكون عامر كيكون بنادم كلشي كيتبرد، الناس كتجي تبرد هنا. هذا واحد الطريق في الجنب هنايا اللي كتوصلك حتى لأشراح بالضبط، وهنا فين كيعوموا الناس وكاينين العيون فين كيعوموا هنا. واخا هاد اللعيبات ديال القصب ما كانوش، ولكن اخر مره جيت هنا هادشي ديال القصب ما كانش، دابا شي عام وشي حاجه دار. و اصلا ديجا الماء ناقص، ماشي بحال في الشتاء والربيع كيكون داك سميتو الماء ديال الثلج كتكون القضيه زايده شويه. من الناس كيعوموا. جمال الطبيعه أشراح يا أشراح يا سلام. عرفتي هاد الماء كيخرج من هاد الجبل هذا بارد بارد ديال غصن، وهذا فين كيعوموا الناس سخون. ها واحد غرق حتى الودن هنا. هنا غرق مزيان الماء صافي. Thank you.
هذه هي البلاصه اللي كيف كتشوفوا هي اشرح اللي خارجين العيون من الجبال، الماء اللي خارج من الجبل بارد والماء اللي تحت سخون. المهم بارد وسخونه مولا يعقوب، ومرحبا بكم في اشرح تكزير. الجبل الفوق هذه كسفيان يلا